يا جماعة هنعمل برنامج روحي تعبدي عملي إيماني بيننا وبين بعضينا ونتفق عليه كلنا، تعالوا نعيش بالبرنامج ده. والبرنامج ده البرنامج التعبدي ده يخلينا إن شاء الله بإذن الله ندخل رمضان في أعلى درجات القرب من الله، ربنا يعيننا ويفتح علينا. البرنامج اللي أنا جاي أقترحه عليكم مفيد جدا إنك تقدر تعمله في البيت وعندك وقت تعمله في البيت، وبالتالي فهي فرصة رائعة من الله إن إحنا نعيش بهذا البرنامج التعبدي في الشهر اللي جاي. البرنامج مكون من ثلاث حاجات. أول حاجة سنن الصلاة. خلي بالك أنت عندك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن سنة الظهر 4 قبل و2 بعد. أما جماعة لو جربت الحكاية دي، أما جميلة بشكل، أما بتخلي الوقت الظهر ده يطلع وقت حلو، ده كأنه قيام ليل وركعات سريعة 2 في 2، وبعدين تصلي الظهر وبعديهم 2. أما جمال، بس أنت لو عملت كده دول 6. بس أنت ناسي إن في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيقولك من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة، اللي يجيب 12 ركعة في اليوم والليلة بني له قصر في الجنة. أنتوا عارفين الأغنياء اللي يقولك أنا عندي بيت في لندن وعندي شقة في باريس وعندي في الساحل الشمالي الفيلا بتاعتي، وبعد أنت متخيل إن أنت يبقى عندك كده في الجنة؟ في كل حتة في الجنة ليك المنتجع بتاعك، بكل يوم تجيب فيه 12 ركعة، يا ترى هيبقى لك كم قصر في الجنة في الشهر دون؟ فالفكرة الأولانية اللي أنا عايز أقترحها عليكم، تيجوا يا جماعة أول بند في الشيء العبادي، صلي 6 ركعات الظهر لأنها حلوة قوي. بس أنت لو صليتهم هتلاقي نفسك بتقول طب ما أكمل ال 12، ركعتين المغرب سنة والفجر ركعتين سنة وقيام الليل خلصنا ال 12، 6 و6 12. ايه ده؟ دي بقت سهلة قوي. لو جبت الستة بتوع الظهر هتجيب ال 12 وتبقى عملت أول بند في الشكل التعبدي. طيب البند التاني اللي أنا بقترحه عليكم ورد ذكر في اليوم. إيه؟ أما الذكر ده يا جماعة يملأ قلبك بحب ربنا. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. تدخل على ربنا ويملأ قلبك بحبه. الذكر ده اللي بيحيي القلوب، فاذكروني أذكركم. ايه تنصحنا بايه؟ او ايه البند الثاني بعد السنن؟ 100 استغفار إلى 500، انت حط التارجت بتاعك حسب طاقتك ومقدرتك. 100 لا إله إلا الله إلى 500 حسب وقتك وحسب مقدرتك. وبعدين 500 سبحان الله 100 والحمد لله 100 ولا إله إلا الله 100 والله أكبر 100 ولا حول ولا قوة إلا بالله 100. لو عملتهم 500 ادي كله على بعضه. أما الورد ده، أما يرتقي بقلبك بشكل، أما يهون عليك المصائب اللي احنا فيها والوباء والألم اللي احنا فيه، أما يهديك بشكل فعلا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، هيعمل فيك عمايل 1/3 ساعة إلى 1/2 ساعة يومين هيغيروا حياتك، هيبقى أحلى شهر، هتدخل رمضان من أحب شاعر بحب الله ملي قلبك. استغفار 100 إلى 500 أنت وطاقتك، لا إله إلا الله 100 إلى 500، الباقيات الصالحات سبحان الله 100، الحمد لله 100، الله لا إله إلا الله 100، الله أكبر 100، لا حول ولا قوة إلا بالله 100. آدي التقيلة الثانية ورد الذكر، يبقى السنن ورد الذكر. الحاجة الثالثة ركعتين بالليل وانت ماسك المصحف أو انت حافظ بتقرأ شيء من القرآن، ممكن يكون بداية الختمة وتكمل الختمة بتاعتك في رمضان، ممكن وعايز الأحلى والأحلى والأحلى، أنا عمال أديك مستويات. تصحى قبل الفجر 1/3 ساعة تصلي ركعتين. يا جماعة البرنامج التعبدي ده تعالوا نتفق عليه كلنا لعل ربنا ينجينا سبحانه وتعالى. تعالوا نتفق ان احنا هنحافظ على هذا البرنامج التعبدي اللي مكون من 3 أشياء: السنن، الذكر، ركعتين قيام ليل بقراءة قرآن بالورد بتاعك. الله، عارف هيحصل ايه؟ انت من كتر العبادات اللي انت بتعملها في شعبان هتدخل رمضان منطبق عليك الحديث اللي بيقول ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ولئن سالني لاعطين ولئن استعاذ بي لاعيذن، نجني من الوباء ينجيك. ايه رايك يا جماعه في البرنامج التعبدي ده؟ طب ايه المبادره بتاعتنا؟ المبادره بتاعتنا بتقول خليكم في البيت، رمضان يستاهل. طب هنعمل ايه؟ هنقعدنا في البيت، طيب هنعمل ايه؟ تيجي نتفق مع بعض كلنا نعمل الورد ده ونبعت لبعضينا، نكتب تم، نكتب مشاعرنا، انا حاسس بايه، وانا ادخل كل يومين اقول لكم انا حاسس بايه، ونحط كده تيبس، حاجات تعالوا نعملها جوه البرنامج بتاعنا دون. يا جماعه اللي احنا فيه مش عقاب من الله، ده تأديب رباني. العقاب ما بيبقاش كده،
انا قعدت اتتبع القران العقاب بيجي ازاي والتاديب الرباني بيجي ازاي، لقيت ان العقاب الرباني دايما ياتي بغته فجاه، لا يترك لك فرصه لتراجع نفسك، بل تاتيهم بغته فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، ده العقاب. فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون، ده العقاب. طب ما للتاديب الرباني ولا نذيق يوجعك بس يديك فرصة انك ترجع، مش بختة. بص الآية، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يا جماعة فرصة للرجوع إلى الله، انك قاعد في بيتك دون مش عقوبة، ده تأديب رباني. اوعى تستهتر بتأديب ربنا. تخيل ابن ابوه بيربيه وحط عليه شيء كده بيوجعه فيقول له ولا فرقة معايا، حس ان انت تأدب مع الله انت كمان. هذا التأديب الرباني أتعامل معه إزاي؟ تتعامل معه بأنك أنت كمان تشعر بالأدب والخضوع والتضرع والتذلل إلى الله. هندعي يا جماعة وحنصلي ركعتين بتوع بالليل ونختمهم بدعاء، وحنخلص الذكر ونختمه بدعاء، وحنخلص السنن ونختمها بدعاء، بالذات سنة الظهر. يحصل إيه؟ يحصل إن قلبك يرتقي ويرتقي ويرتقي وتحس إنك قريب من الله. مين يدخل معنا في المبادرة؟ ويبعت لي يقول لي انا هبدا انفذ هذا الكلام، ويبعت لي مشاعره لما يبدا البرنامج التعبدي، ونبدا نخلي اولادنا يعملوه بس بمستوى قليل قوي، ما انا اللي قلته واسع قوي تقدر تعمل فيه مستويات وتتدرج فيه، ونبعت لبعضينا ولعل ربنا يرحمنا ويعفو عنا بيها. اشكركم جدا، ويلا نتابع مع بعض ونعمل الشغل ده مع بعض، والسلام عليكم ورحمه الله.